المشكلة أن دونالد ترامب لا يحب الاعتراف بالخسارة كما هو معروف، وأن وضع هذا التصريح المثير للغاية. لا ترى، هل ترى أو هل ترى من خلال من المواطنين الموجودين من الناخبين الأمريكيين في العاصمة واشنطن أو غيرها، هل ترى بأن هنالك قلق نوعا ما من أن خسارة دونالد ترامب لهذه الانتخابات قد تؤدي إلى اقتحام للكابيتول كما حدث عند خسارته للانتخابات مع بايدن؟ بكل تأكيد أحمد، أصبت بهذا السؤال. هنالك قلق، هنالك خشية. استطلعنا آراء الناس، سألناهم يوم أمس، سألناهم قبل الانتخابات، سألناهم أثناء الانتخابات، ما الذي تريدونه؟ الكثير من الناس قالوا نحن نخشى أن يتكرر سيناريو عام 2020، وبالتالي لا نعيد المساس بالديمقراطية الأمريكية. حتى جانب الحزب الجمهوري أحمد، يعني هم يحاولون الابتعاد عن أي تصعيد ببياناتهم، يقولون نحن سوف نوافق على النتائج إن كانت عادلة، بين قوسين مرة أخرى إن كانت عادلة، لكنهم لا يحبذون التصعيد. هنالك قلق، هنالك خشية من أن تتأزم الأمور، ولذلك تجد الآن هنا من حولي في العاصمة واشنطن هنالك أعداد كبيرة أحمد، أعداد كبيرة جدا من رجال الأمن، من الـ FBI، من الشرطة، من الحرس الوطني، وهذا لن يحدث. يعني هذا المشهد لن تراه دائما في واشنطن إلا ما ندر، يعني ترى هذا العدد الهائل من رجال الأمن. حتى المحلات، حتى أصحاب الأسواق والمحلات أغلقوا نوافذ الزجاجية لمحلاتهم بألواح خشبية، خشية من تكرار سيناريو 2020 أحمد. نعم أصبت، هذه المخاوف موجودة ولا تزال موجودة، لكن هنالك تطمينات من السلطات في واشنطن. إذن كنت معنا من أمام البيت الأبيض زميل مهند الفلاحي، شكرا جزيلا لك.